قناه الشروق، وكل الاوفياء اللي راهم يشوفونا وكامل الناس اللي راهم يتبعوا وكانوا يشاهدوا ويتمتعوا بهذا المناظر الجميله لشواطئ الجزائر. متواجدين دائما بزيرالدا بفندق الرمال الذهبيه سابل دوغ، دائما في خدمتكم. نقول لكم البرنامج اكيد والوصفات اللي دائما تطلبوهم واللي تحبوهم، وصفات كذلك صيفيه وخفاف وظراف وكامل. كما يقولوا لساني تعقن، علاش؟ باسكو شوفوا واش ذقت، واش راني حابه شويه هذيك تاع زعما تذوقوا بيبي شويه هكا تعطوا شويه ومن بعد يبدا هكذا حاب يعاود يزيد يكمل. صرات لي هكاك، فراح نخلي الكلمه الكريمه باش انا نكمل. هذا العصير كريبوني اللي يتباع برا بالطعم البنين عليه، باسكو دقت بنين على اللي يتباع برا، راح نشوفوه هنا اليوم. هذا واش نقول لكم، واش راح نشوفوه؟ هي تزيد تكمل الباقي. واش راكي كريمه؟ شكرا بصحتك حبيبتي اولا، والله غير لاباس. وانت يا كي مليحه؟ انا نشرب ونقول لك بصحتك. بدوري كذلك نرحب بجمهورنا الكريم، جمهور ابي شيف، نقول لهم ان شاء الله تجوزوا معنا اوقات ممتعه في هذه كما يقولوا هذه المناظر الرائعه اللي ان شاء الله تلحق لبيوتكم. كذلك وصفات صيفيه كما قالت حبيبتي سميه بامتياز، وصفات اللي تقدروا تستعملوها في الدار ولا مام. انا نخمو لكم كي تخرجوا وشدوا معكم، يعني اثنين في واحد كما نقولوا حنايا. فوالا راح نديروا. كانوا طلبوا اليوم ما يطلبهم مشاهدون، نقول كانوا طلبوا لنا مادلين مالح اللي كذلك يقدروا يستعملوه يدوه معاهم برا لاولادهم اللي مالا. وكذلك حنديروا عجيجات ثاني حاجه خفيفه ومضمون، يعني مضمونه بنينه. وراح نديروا كذلك عصير، خاطر ندير لكم ديكلاس، خاطر حاجه حلوه، خاطر عصير كتحليه. اليوم اخترت لكم عصير راح يكون عصير بذوق الكريبوني، كانك تاكل كريبوني دايم خبيث. فوالا هادو هما الوصفات اكيد راح نشوفهم لها اليوم. وقبل ما نبداو دائما نرحبوا بكامل الممولين اللي حاضرين معنا في البرنامج، فنبدا بشوكولا باتيسي بلي بيستول دو شوكولا. هادو جدد اللي راهم عندها بادواق مختلفه، عندها العديد من الادواق، كنا استعملناهم البارح في الحلويات اللي دارتهم شاب بشرى، واكيد استعملتهم كريمه في عده تحليات، وراح نزيدوا نستعملوا بهم العديد العديد يعني من انواع التحليات اللي تقدروا تحضروهم بهم. فيهم ذوق شوكولا بندق بالكراميل بيضاء وسوداء، هادو هما الانواع تاع الشوكولا. وعندهم كذلك هاد لي طابلات اللي تعودتوا عليهم دائما. ممول اخر كذلك نرحبوا به مشاهدينا، نجو هكا الحاره حاضر معنا بطماطم الحاره وكذلك لي شامبينيون ولي مايس دياولهم كممول للبرنامج. ممول اخر مشاهدينا اروى اللي انضم للبرنامج، هذا الممول اللي جا كيما نقولوا في وقته مع السخانه، كثروا من شرب الماء السوائل البارده كيما هنايا يعني عندنا اروى كولا. هذا المنتوج جديد ورائع ومذاقه بزاف هايل، وبالاضافه الى الماء المعدني لاروى. مومو الاخر كذلك مشاهدينا تعودتوا عليه مارغارين اماني اللي دائما حاضر في المطبخ، انا نقول الجزائري ماشي فقط في مطبخ الو شيف. وبالاضافه الى الممول كذلك اللي ما نستغناوش عليه دائما السوسيمي، حاضر معنا بالكسكس لي طاكلياتيل ولي بات ديالهم. راح نشوفوا كذلك العديد من انواع تاع لي بات اللي نحبوهم واللي نعرفوا انه دائما في فصل الصيف نحبوهم بزاف لانه خفاف ويتحضروا بسرعه ويساعدوا كي يكونوا الضياف ولا قال كسروا تاع مقعر. والله كاين قصص شابين خفاف، شفتوا اللي درتيها انت نهار الخميس بزاف بنينه ورائعه. اللي ما شافش الحلقه يعاودها. يوم الخميس اللي فات كانت دارت باستا بالصوص بزاف بنينه بالزيتون وكامل، استعملت كذلك فيها لي طاكليات، استعملت فيها سباغيتي تاع سوسيمي. وكما قلت لكم اشاك فوا نديروا لكم من المنتوجات. هادو هما الممولين تاعنا، احنا دائما ندعم المنتوج المحلي ودائما مع المنتوج المحلي. وهذا الهلال كان نقول الهلال وراه وراه او عندي كان عندك بيت كان عندك كان عندي بيت عندي. يلا هذا الضيف عندكم صح. هذا الهلال اللي كنا فزنا به، فاز به البرنامج اللي اكيد اللي كانت فرحه هذا العام، كانت الفرحه هذا العام والتتويج الثاني. واش كنت قلتي لي كريمه لابيل؟ يلا ما على باليش واش نسيت، معليش. المهم المهم لابيل عندنا. يلا معليش خلوني نروح ديريكتومون للرقم الهاتف 23 20 97 96. هذا الرقم اللي من خلاله تقدروا تواصلوا معنا. نبداو على بركه الله، تفضلي يا كريمه. قلنا راح نديروا دي مادلين
لكن مالحين اللي نقدروا نستعملوهم في الدار مع سلطه خفيفه، ولا كذلك ندوهم معنا. واش نحتاجوا لهذه الوصفه؟ راح نبداو بالوصفه تاع المادلين تاعنا. نقدروا نديروهم في الكيسات كما نقدروا نستعملوهم في هذاك لومو اللي درناه المره اللي فاتت تاع الموفن. نقدروا يعني نديروا فيه، نديروا باك بشويه زبده وشويه فرينه ندهنوا ونديروا فيه، يعني لكم الاختيار. راح نقولوا كاع هذه المعلومات وحنا نخدموا في الوصفه تاعنا تاع اليوم. واش نحتاجوا فيها؟ راح نحتاجوا فيها 3 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه الغرفه. عندنا فيها كاس تاع الحليب، انا عيرت بالكاس اللي موجود قاعدنا في الدار. عفوا هنايا بهذا الكاس اللي موجود يعني كامل عندنا، كنت درت به كاس تاع الحليب وربع كاس تاع الزيت، يعني نفسه درتهم برك لهنايا. عندنا يقابلهم 2 كيسان تاع الفرينه. عفوا يلا الحليب. كنت كريمه سمعت شيفا واش كانت تقول لي؟ كانت تقول لي ما تنسيش الرز، انا البارح درت الارز تاع لابيل. جاك منين شيفا؟ ارز لابيل يعني هذا المجمع اللي نفسه مجمع الحاره، عندهم ارز بزاف هايل. نشوفوا به ان شاء الله كذلك العديد من الوصفات. راهو هنا اللي طيب. هنا تقضي وخلاص، جيب القفيفه ودي الله الله، لي بات، الروز، الشوكولا، الطماطم، كل حاجه، بيان سور كل شيء قدامكم، المايس، الشامبينيون، الماء قدامك كذلك. اروى تقدري كريمه هذوك دياولك القرعه ديالك، جبت لك كاس، يلا الكيسان هام هنا تقدري تشربي. شوف هذو غير رضوان اللي يعرف لهم هكا، والله ما حب صح. ولاد رضوان هادو بالمناسبه، تحيه لوليدات رضوان كامل والزوجه الكريمه. يلا نبداو على بركه الله. راح نديروا قلنا مادلين او كاب كيك ولا كيما تحبوا تسموهم نتوما، المهم راح يكونوا مالحين. راح نستعملوا فيهم، نعطيكم اليوم واش نستعملوا، لكن نعطيكم كذلك بدائل تقدروا ديروهم في الدار نتوما. المهم واش رايحين نخدموا العجينه تاع المادلين والزوائد اللي حنهضروا عليهم دوكا، لكم الاختيار فيهم. واش نحتاجوا؟ نحتاجوا 3 حبات بيض يكونوا بدرجه الغرفه. عندني نفس الكاس عيرت به السوائل والنواشف. واش عندنا؟ عندنا كاس تاع الحليب هنايا، وعندي ربع كاس تاع الزيت. زيت سيو ما تكثروش، خاصه اللي درتو معاها. واش راح نقول لكم دوكا؟ يعني هنا بصل درت له شويه تاع زيت باش يعني دبلته شويه. عندنا هنا الدجاج، هنا ديروا غير ربع كاس تاع الزيت، ونفس الكاس درت منه الزوج تاع الفرينه مع كيس تاع خميره الحلوه اكيد. وراح ندير رشه تاع ملح، رشه تاع فلفل اسود، ورشه خفيفه تاع الاوريغانو، الزعتر البري او الزعتر، عندكم الاختيار. تنكهوا العجينه تاعكم هذه تاع الكاب كيك كيما تحبوا. بعدها نروحوا واش راح نزيدوا معاها، بعد ما نديروا لاباغي تاعنا هذه تاع يعني تاع الموفن او تاع الكاب كيك، ولا واش راح نديروا؟ هنايا انا عندي دجاج، هنا دجاج عادي درت له ملح، فلفل الكحل، وشويه تاع الكوري، وحطيته يعني طيبته في مغرفه زبده فقط، ومن بعد قطعته بالشكل التالي. هنا فكره كذلك اللي عندهم دجاجه ولا يبقى دائما صدر ناشف، هاد تقدروا ديروه في هذه الوصفه. كيما تقدروا ديروا انواع من الباتي ولا كاشير ولا اي حاجه تحبوها انتوما. هنا كذلك عندي هذا البصل اللي كنت درت له شويه تاع الزيت ودبلته في شويه تاع الملح، يعطيكم ذوق هايل الداخل. عندي هنا مجموعه من الزيتون الوان، رشه معدنوس، شويه تاع فلفل اخضر. هذو كاع زوائد اللي تقدروا انتوما تنقصوهم ولا تزيدوا عليهم واش عندكم انتوما في الدار. اول شيء نجيبوا البيض تاعنا 3 حبات قلنا اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه. كانوا طلبوا منا بزاف مادلين مالح، راح نجيب لكم. يلا بيدرو ندخل الداخل، فقط نجيب لي مادلين شفتهم وحبيت نجيب. يلا هادو راهم بالمول وهادو راهم دي مول. يلا حتى البابي تاعهم هذا يساعد يعني خير من هادوك تاع يساعد. استناو نجيب طبيسي يا اخي، تعرفوني نحب نفتح لكم للداخل وندوق لكم. سيداتي قالت لي وحده ضلي تذوقي هاكي، نعطيك عف صد. يلا شكرا. هذا الموسيشبال تاعي والله غير جبتيه من دارك ياك. هاك قعدنا نفس الله وهايلين، حتى لبس نفسه شتي وهايلين. يلا استناو نفتحها قبل لهنا. هي انا كان عليا نفتحها هكا كنت تعرفوني، بصح شاف شوفوا عطيت شيفا تصيدو. شوفوا لي كيفاش راهو داخل، راهو فيه فرماج، راهو فيه واسمو الفلفل، فيه زيتون، كي دايره الشامبينيون تاني، البصل وبصل البصل تاني هاو دايب. شوفوا شوفوا القوام تاعو،
شوفوا شكله من برا كيفاش راهو بهذاك البصل اللي كان ديجا دبلاتو الزيتون شكله راهو يشهد. دوك نزيد ندوق لكم ونقول لكم رائع. هذه الوصفه اللي راهي دير فيها الان ومقاديرها بسيطه ما فيهاش بزاف. قلنا فيها 3 حبات تاع البيض وعندي كاس تاع الحليب درجات الغرفه في زوج يعني يكونوا ما يكونوش باربين. هنايا يعني حطتهم مع بعض. راح نزيد حوالي 4 كاس تاع الزيت بعدها نجي النواشف. عندنا 2 كيسان تاع الفارينه مع كيسة خميرة الحلوة يعني تاع وزن 10 غرام. هاد العجينة راح ندير لها ملح فلفل كحل ورشة تاع الأوريغانو أو الزعتر البري كيما ديروا الزعتر كيما تحبوا نتوما. طيب راح نقول لك بلي الوصفة راهي مكتوبة راح يعطوها لنا الشباب، لكن قبل الوصفة نستقبل مكالمة هاتفية. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مساء النور، واش راكي لاباس؟ الحمد لله، وانت واش راكي؟ الحمد لله، انا ام عائشة من دلس. شكون؟ ام عائشة من دلس. ام عائشة من دلس، واش راكي ام عائشة؟ الله غير الحمد لله، سؤال عليكم واش راكم؟ اسم بزاف شباب، يعني يقعد سنين وسنين ويقعد بزاف. هذه ثاني مرة نتصل بكم، كنت اتصلت بكم في 10 اللي فاتت. وما حالفنيش الحظ مره اخرى هذه المره. غلقتي العام من عاشوره لعاشوره. والله غير هكاك باقينا لانيفيرسير. مرحبا مرحبا. كان طحت مع التتويج كان ديالكم وكنت باركت لكم. وش كنتي طحتي؟ سييت شحال مره ما سي با بوسيبل. ما سمعتكش اختي، عاودي لي. قلت لك سييت بليزيور فوا شاك فوا نسيي مي ما حالفنيش. ما حكمتيش ما حكمتيش، معليش مرحبا بك. صافا راكي مليحه صحتك. الحمد لله الحمد لله، كيف امورهم العائله؟ الحمد لله الحمد لله في نعمه الحمد لله يا رب. وانت زين راكم في نعمه تماك، راكم قدام البحر ما شاء الله. والله شوفي نعمه ونقبه في نفس الوقت. على بالي والله راح نقول لك راح نقول لك باللي على بالي. لانه هي شميسه ونوادر ما نقدرش نلبسهم احتراما للجمهور، اكيد لازم نكون من ناحيتهم. وسخانه ما نحكي لكش، كي تشوفي سميه طلع شعرها كي سازوكي عرفي بلي راهي درجه انا راكي هايله هكا كي طلعت هكا بدلت اللوك. ما كانش البروده هذاك الاول كي كنا في ايامات الواله. صح صح صح، انا نشوفوكم ثم نعمه بصح على بالي باللي فيها معاناه. ربي يعطيكم الميديتي وتكوني لابسه وكامل، لكن ربي قدرنا الحمد لله. على هذه النعمه ديجا انا نشوف ورانا نبدلوا، كاين ناس راهم محرومين كاين الحمد لله يا رب. صح صح ربي يستر لكم اموركم ان شاء الله. قولي لام عائشه كش ما تحبيكش ما تطلبي راكو تقدموا قد واش تقدروا صراحه. كيما تقولي انت يا جبت عرايس يعني من صبتيهم كانت بيعي لي. واش نبيع لك؟ صبتي عرايس ما شاء الله. عرايسي هايلين الله يبارك. شاطرين عرايسي ما شاء الله. وش راكي عروسه مع موتي ديكا؟ اهلين اهلين حبيبتي. الله يبارك، مام بشرى البارح اثرت فيا كي كانت رايحه. كان اخر عدد ليها في كانت اثرت فيا ان شاء الله في هذا الموسم. صح صح ان شاء الله. وصل العاقبه لك والله صدقيني. غير في منام درت لوحده عزيزه عليا، درت لها استخاره في المنام ماشي ما هي نفسك انتيا ان شاء الله ان شاء الله. وها ربي يرزقها رزقها وان شاء الله باذن الله عاقبه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وكنت مكتوبة. كنت اتصلت بك المره اللي فاتت وقلت لكم علاش ما تجيش لدلس وعلاش هكا ولا هكا، قلتي لي راني نفكر المره اللي فاتت اللي عيطت لك. اه شفيت عليك شفيت عليك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على كل حال. ان شاء الله كما جوله مرحبا بكم. ربي يحفظك شكرا لك حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظك وربي يجازي كامل اللي شاف واش قدموا لنا كامل صراحه كانوا روعه الحمد لله. ما كانت حاجه كانت في خاطرنا وكما يقولوا غبنونا فيها. كاينه حاجه وحده بس نقولها لكم. كاين حاجه مش عارفه تعرفوه الشواط معروفين به هنايا ناس دلس. شواط؟ الشواط يقولوا له. الشواط هذاك المسمن حبيتي تقولي؟ نو ماشي المسمن ماشي المعارك. الشواط هذا يندار بالبطاطا وبالفارينه، عندنا حنايا شغل بلا معروف. في دلس. بصح ما ننصحكمش به في السخانه تقابلوا الطاجين. يجي حار ولا شنو؟ نو ما يجيش حار، يجي بالبطاطا نديروا له باغ اكزومبل نفوروا البطاطا نطحنوها. ومن بعد كنزيدوا لها باغ اكزومبل زعما نديروا 2 كيلات بطاطا ومن بعد كيله فارينه ونخلطوا لو تو. ومن بعد نبداو نقرصوا فيه في الفارينه يجيك شغل شتي كيما الخبز التوست هذاك كيما ماشي التوست هذاك اللي يجي مدور واسمو يا ربي كيما الرافيولي.
نو نو، يجي شغل كيما البغرير في الشكل تاعو كيما البانكيك. نو لا لا، نقرصوه يجي، احنا نقرصوه بيدينا بعد كنطيبوه في الطاجين، يجي يشبه للبغرير في الشكل جو في دير. نو لو كان كان زعما بيناتنا خطا خطيصال ولا غنعطيه لكم. هذاك اللي مدة السينما ما خليتش حاجه من 58 ولايه كاع غطيتوها ما شاء الله. يلا خلاص يبحثوا عليه ان شاء الله سهل سهل مال ويقدموه لك. ولا ولا قعدي مع ما نحبي تقدموا لواحد اخرين، حنا في اللي كنعرفوا له ما كانش مشكل. هاي تخي بيا ايه ماذا بينا يتعرفوا على هذا الطابق. يعطيك الصحه، هذاك هو لوست اللي ما درتوش صراحه، انا مانيش عارفه نديروا ان شاء الله باذن الله. ما نشكر الشيف اللي معك كريمه. شيف كريمه ربي يحفظك. شيف كريمه اهلي، واش راكي حبيبتك مليحه؟ واش راكي لاباس؟ اي حبستك على الوصفه مش راكي انتيا. لا لا تعرفي لو كان عندي لاخذ ديالك ولا غنبعثها لك ما كانش مشكل. معليش حبيبتي بعتيها لنا في الانستغرام ونديروها ان شاء الله. مسكين الحاجه الوحيده اللي ما درناهاش. قلت لك هذه موفيين وكوفيين، زهره هي اللي دارت لكم فيها لاخر الجمله تاع زهره. يا زهره كانت تقول لهم تقولوها قعدت في كامل قعدت. الله يبارك يعطيكم الصحه ان شاء الله، ربي كل واحد يفرج عليه ان شاء الله. كل حاجات كما يقول الانسان يتمناها ان شاء الله يلحقها ان شاء الله، وربي كما قال يسر امور كل المسلمين ان شاء الله في كل مكان ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم عائشه على اتصالك. رائعه بارك الله فيكم. ثمية نحبك يعني صراحه، نحبكم كامل حبيبتي في الله. ربي ان شاء الله ربي يلاقينا ان شاء الله يا رب. شكرا لك ام عائشه ربي يحفظك. يسدك صحيح يا ربي مع السلامه. يلا شوفوا كاين سيده على المباشر، شوفي تقولها تعيشي ماكيش راح تدخلي، راهي هنايا في الدرج مقابلتنا، هي متخبيه واش طلعت قالت لي ديري لي اهداء. واش نقول ناس البريد راكم تسمعوا؟ ايه انت كي تعومي كنتي تعومي صحتك ايه؟ وليدها جاب شهادة تعليم متوسط؟ ايه لماها لخاوتها وليد اختها اشخوف ايه؟ ان شاء الله يجيب الباك يا ربي. وأمة محمد ايه هذا هو اهداء على المباشر، هذه هي طلعت من لابلاج. تقول لكم تحية لكامل الناس البليدة وكامل عائلتها ووليد اختها ان شاء الله يجيب الباك، وكامل ان شاء الله يجيبوا الباك. بصحتك تبحيرة يسلمك مع السلامة. يلا راهي في الهاتف مع وحدة راهي تشوف فينا في التلفزيون وهي راهي هنا تتمتع بالشاطئ. هذا هو الجمهور على الشاب كما قلت لكم من كل مكان، ربي يحفظهم تحياتنا ليهم وين ما كانوا. نرجعوا للوصفة تاعنا اليوم. شيفا قاعدة تقول لها سيف ما تدخليش انا الله لازم ندير مباشر صح. ندو نزيدو، قلنا درنا البيض تاعنا، درنا ثلاث حبات تاع البيض، درنا الكاس تاع الحليب، ربع كاس تاع الزيت، درنا كذلك زوج كيسان نفس الكيسان اللي عيرنا بهم، درنا النواشف اللي هي الفارينه، ودرنا كيس تاع خميره الحلوى بوزن 10 غرام، درنا ملح شويه فلفل كحل لاننا متبلين ديجا الامور راح نزيدوهم مواليح اللي راح نزيدوهم، وزدنا رشه تاع الاوريغانو الزعتر او تحبوا زعتره. بعدها راني نزيد هنا زدت حوالي ملعقتين تاع زيتون كنت قطعته، راح نزيد هنا بصل اللي كنت قلت لكم دبلناه في شويه تاع زيت والملح باش تحصلوا على هذا اللون يعطيكم بنه كذلك الداخل. هنايا الحال الكميه كيما تحبوا نتوما، راح نزيد كميه تاع جبن مبشور ولا عندكم جبن ابيض ولا كيما تحبوا كذلك. عندي كميه تاع الفلفل مقطع رقيق هكاك خضر يمد قول داخل وعندكم قرمشه هايله، وعندي شويه تاع الدجاج اللي كنت قطعته قلت لكم درت له ملح فلفل الكحل، درت له كذلك شويه تاع الكوري ودرتو شويه تاع الزبده وخليته في المقله، بعدها قطعته بهذا الشكل. تقدروا نتوما تزيدوا واش تحبوا. يلا هذا بالنسبه قلنا لي مادلين، راكم تشوفوا ديجا هكا شكلهم راهم يشهوا. شوفوا الخليط اللي حيكون زيتون اجبان كميه تاع فلفل بصل وشويه تاع رشه معدنوس. يلا الوصفه راهي على الشاشه سيفاكس، عندنا الوصفه تاعنا اليوم نورمالمون. يلا قولوا لي واش قال لي كاين، مانيش نسمع مليح في لاباستيا. يلا نورمالمون كاينه الوصفه، اذا كاينه نحطوها على الشاشه. راهي على الشاشه، يلا راهي على الشاشه. تقدروا تكتبوها ولا تصوروها
وراكم تشاهدوا مع كريمه. يلا كانت درتي هذوك ليمون كريمه، هما اختيار، تحبوا ديروا هذا ليمون ديريكت، تحبوا تدهنوا المول تاعنا اللي دائما نقولوا يساعدنا في الحلو في الملح، دهنوا بالزبده ولا الزيت، ومن بعد ديروا شويه تاع فرينه باش ما يلصقلكمش وتحطوهم. هنا راح ندير انا ليمون، نعمرهم، الفرن راهو على 180 درجه، نحطهم يدوا واحد ال 20 حتى ال 25 دقيقه. نبداو نعمرو من غير بالعقل في نساعدك. صافا دوك برك نحي هنا. حبيت ندوق. ذوقي واعطينا رايك. لا. هذوك ما درتي لنا هذاك نفس تقريبا. باسكو فيه نفس زيت و انا هذو علاش نحبهم؟ خفاف. خفاف وتقدروا تخرجوهم معاكم فاسيلمون، يعني حتى وما على باليش انا يكون ماشي شرط، حنا دائما نقولوا زعما نخرجوا نروحوا لابلاج ولا عندك ما على باليش الشغل برا، ودائما كاين بزاف اللي يتفاداو بالك على المصروف ولا بالك على الاكل ما على الصحه كما نقولوا. هكذا ديجا شوفوا ما يوسخوا ما والو، هكذا ديروهم في باطا ولا ما على باليش انا تسد فيها هكا ثلاث حبات ولا اربع حبات ترفديهم معاك، سيرتو الا كانوا عندك دراري نعرفوا دراري صغار شتو في كل دوره يحبوا ياكلوا ويجوعوا. غنشوفهم بخاتيك شوفوا ما يوسخوا ما والو، تقدر ديرهم ما في ساشي شوفوا يقعدوا على حالهم، تخلوهم هكذا كي تاكلوا ديموليو كيما لي مادلين. نعرفوا انه المادلين اسهل حاجه وشتي ما يوسخ ما والو، كيما وين تحطيه تحطيه ديريه في الصاك يقعد هو هو يقعد. هادو ما ملح فيهم قد ما يقعدوا يطراو اكثر. صح، وبنان بزاف داخل فيهم فرامج فيهم الزيتون فيهم البصل فيهم، وتقدروا تحبوا ميم دي زانغغيديون مقادير واحد اخرين تحبوا تضيفوهم انتوما للخليط تاعكم تقدروا تضيفوه عادي. انا نقول مش عندهم في الدار يقدروا يديروا. هايلين هايلين نحبهم انا هادو. دي فوا مام يقعد لنا هكا سبلون تاع البولي ما يستعملوش ولا يديروا هكا كيما يقدروا، هذه يديروها في مول كبير. تقريبا دير شغال بولي ولا بصل وزيتون ايه وشويه بصل مكرمل هكا شويه تاع كاشيخ يقلوه مع داك البصل ثاني كيما تقو، ما يخلوش هكا كيقلوه فقط باش تعشر. يعطولو تقليه مع البصل هكا كيجي مليح دي بتي كارو. يلا الوصفه تاع اليوم كنتو طلبتوها لي مادلين، انا نجيب كاس نفتح هذه نبدلها. سخنت سخنت بدليها خير. بدلك تاعك ثاني تشربيها دوكا؟ لا لا بدل تاعك معليش. الفرن تاعنا رانا شاعلينو ديجا على 180 درجة 4 ساعة من قبل أو 10 دقائق. هنا تقدروا باش تبينوا على الوجه واش فيها، تقدروا ديروا زيتون، تقدروا ديروا بصل، تقدروا ديروا فيها جبن وتدخلوهم للفرن تاعكم. واللي حاب يجيهم يعني الفوق عندهم لمعه يجوز بالباسو شويه تاع الزيت هاك من الفوق ويدخلهم للفرن. انا نعمر كاع لي مول تاوعي. هاد الوصفه بزاف هايله اكيد راح يحبوها ولادكم. فوالا دوك واش ندير، فقط نزيد شويه تاع الزيتون من الفوق هكا باش يجي شكلها شباب كي تطلع، ولا تاع فلفل ولا واش عندكم الفوق نتوما. المهم ديروا العجينه تاعو يعني نفسها، واش كاين الداخل بدلو كيما تحبوا نتوما. عندكم كميه فيونداشي مقلي مع البصل، عندكم ما الا حبيتوا شويه تاع التونه كيما تحبوا. راح ندخلها للفرن بدلتيها؟ ماشي بدلتيها برك، لقيت لقيت كاع ليكيب دايرين شغل في الكونجيلاتير مخبيين القلعة ديالهم. جبتي الله الله باش يكونوا زعما باش يبرد لهم مع قيس الفطور. شوفوا جبتيها انتيا. يعجبني المذاق تاعها ماشي حلوة بزاف. شتيها ماشي ارواكو لا هادو انا نحب نشرب هكا من الكعنات باش ما يروحليش الغاز. اني مسحتها بيان سيغ تمسحهم الفوقة. نحب نشرب هكا. رائعة جدا منعشة مع السخانة، السخانة اليوم راهي تضرب هنا في في المخيخ ماشي في المخ. والله في المخيخ والله العظيم درجة الحرارة جد مرتفعة، ربي يقدر دائما كل واحد
ربي يقدر الخدام اللي راهم برا، ربي يقدر عمال النظافه اللي راهم برا، ربي يقدر رجال الشرطه، الجيش الوطني الشعبي، رجال الدرك الوطني، الحمايه المدنيه، الاطباء، كل انسان، العمال اللي راهم يخدموا في البنيان، كل واحد اللي راه حاط طابله ويسترزق، كل انسان راه معرض لهذه اشعه الشمس وهاد سخانه وراه يجيب في قوته الحلالي، ربي يقدروا ان شاء الله وربي يفرج عليه وربي يعطيه ما راهو متمني، لانه صعيبه جدا، خاصه كاين ولاد الولايات الكبرى كما نقولوا تلقاه ما على باليش انايا من الجي ولا كذا، وتلقاه خدام في الصحراء باش يجيب هذاك القوت تاعو باش يعني كما نقولوا يجيب الرزق تاعو، فصعيبه جدا، لكن ربي ان شاء الله يكون مع كل واحد وربي يقدر كل واحد ان شاء الله على كسب القوت، ودائما نحمد ربي لانه كاين ناس ربما يقول لك معليش مهم نخدم ما مسخانه وكذا وصوالح، مي معليش نخدم، احنا دائما نفكروا انه المثل دائما يقول شاقي ولا محتاج، نكون شاقي ونعيا ونوض صباح وعندي وراني رايح، ولا ما يكونش مامبا عندي خدمه ولا عندي حاجه اللي نسترزق منها، تشاطريني الراي كريمه حاجه ما تجيب بالساهل، خبزه حلاليه ما تجيش بالساهل، حلاوتها هذه هي صح. وكل واحد وظروفه وكل واحد وشهو مكتب له ربي. يلا مشاهدينا نروحوا على فاصل استشهاري صغير 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 ونعاودوا نوليو فاصل، عاودنا ولينا لكم بعد هذا الفاصل الاشهاري الصغير، دائما متواصلين معكم في برنامجكم على شف في هذا البث المباشر، وراكم تشاهدوا يعني مباشره في هذه المناظر الرائعه لشاطئ سابلودو هنا بزيرالدا. يلا نعاود نذكركم ان الشيف كريمه اليوم دارت لكم وصفه لي مادلين اللي طلبتوها، لي مادلين مالحين اللي كنتوا طلبتوها بالحاح، وصفه سهله جدا تقدروا تحضروها في كما نقولوا دقائق قليله، وتقدروا كذلك تخرجوها معكم بالنسبه للناس اللي راهم برا ويتمتعوا ويخرجوا في هذا الصيف. وصفه سهله كما قلتي، ويقدروا كذلك كما قلتي سلطه وهي وتكفي صح. ولا صح. وصفه ثانيه كذلك حاجه خفيفه، حنديروا عجيجات لكن بطريقه اخرى بتغليفه اخرى، حنديروا عجيجات بطاطا وراح نديروا فيهم كميه من الزروديه، زروديه حتمد لها لداخل الحلاوه لهذيك البطاطا تاعنا، الا درتوا ربع حبات ديروا مع حبه او اثنين زروديه فقط على اللون وعلى الحلاوه. راح نديروا كذلك كيما هنايا كنت يعني غليتهم من ناحيه برك الله، قلت لهنايا غليتها انا باش نربح شويه وقت، نتوما وشنو كي ديروا البطاطا تاعكم ديكوب ديروا كذلك زروديه لكن ديروها مربعات اصغر باش تطيب تمتم مع البطاطا، وديروا لها شويه تاع الملح خلوها تغلي، غير تغلي نجبدوها نصفوها وهي سخونه نعبزوها، انا هنايا باش نكسب شويه وقت يعني نحيتها من قبيل، وهي سخونه هكاك ندير لها ملعقه تاع الزبده، وراح ندير لها حوالي ملعقتين الى ثلاثه تاع الجبن المبشور، وراح ندير رشه تاع المعدنوس. هاد الخبيزات راح نجوزوهم في خلطه بزاف هايله تعطيهم يعني نغلفوهم بها ونقلوهم، هذوما العجيجات تاع اليوم يعني بصفه عامه، ودوك نهضروا بالديتاي. عندنا البطاطا تاعنا راح نجبد دايم فوخشات نعبزوها شويه، كنت غليتها قلت لكم مع حبه تاع زروديه وشويه تاع الملح، وقلت لكم وهي سخونه زدوا لها هذيك المغرفه تاع الزبده، انا هنا شويه بردت دونك الزبده راح ندف فيها شويه ونحطها معاها مع الجبن وشويه معدنوس، نديروهم كويرات، بعدها ندوزوهم في لاباغي تاعنا. واش فيها؟ فيها زوج حبات تاع البيض، فيها ثلاث مغارف تاع كريمه سائله وثلاث مغارف تاع الفارينه، تحصلوا على اون بات ندوزوهم فيهم ونقلوهم يعني يجوا مغلفين كتغيير، وثانيك بنه ديرهم دي ساندويتش مع طوماطيش مخلل تاكلوهم كيما راهم مع اون بتيت صوص يجوا بزاف هايلين. نجيبوا اون فورشيت، هادو جيجات البطاطا هكذا بالجزر، الجزر هذا عطونا الوصفه على الشاشه داخل الحلاوه مع الزبده هذيك والفخوماج، كي تبداو تاكلوهم تعطيكم حلاوه لداخل مليحه. ندوب فقط الزبده تاعنا لهنا، نستعمل فقط ميكرووند. خبيه يلا، هادو الوصفات قلنا كامل وصفات سهله تسحقوهم في الصيف. تحيه كبيره 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 راهي تشاهد فينا اخت المخرج، هي صغيره وتحب البرنامج هذا لانه خوها راهو في الاخراج، بيدرو بدرو مروه وليد خالها اسحاق، هكذا وليد خالها اسحاق اللي راهم يشاهدوا فينا، والوالده اكيد والده زميلنا بيدرو اللي نحييها دائما من اوفياء البرنامج، الوالد تاعو وكل العائله الكريمه، تحيه كبيره لهم مروه واسحاق. خلاص راكم شفتوني ها
خوك هو اللي راه هنا في الاخراج البرنامج. تحيه الكامل الناس والدراري اللي راهم يشوفوا فينا، خاصه انه راهم يتمتعوا بالعطله. عندي اهداء كذلك لزميلتي وحبيبتي وصديقتي الفنانه فاطمه بالحامسي، وليدها جاب البي ام شهاده التعليم المتوسط، اسمه مختاري عبد الرزاق. ان شاء الله يا رب عقوبه نجاحات اخرى، ربي يفرحك به ان شاء الله، وعقبال ما تشوفيه راجل ان شاء الله ونحضروا العرسو. فالف مبروك لك زميلتي فاطمه بالحامسي، والف مبروك لوليدك مختاري عبد الرزاق، وتحيه لكل عائله بالحامسي فاطمه الفنانه ديالنا. يلا اتصال نستقبلوه مع بعض. الو 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 الو، مساء النور. الله مساء الخير، كيراكي؟ كيراكي كي مليحه؟ لازالت خبارك؟ الحمد لله. وانت يا كي غايه؟ الحمد لله، مازال في غايه، حنا رانا غايه. شكون؟ قلت لك مازال في غايه، حنا رانا غايه. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله دائما تقعدوا غايه. اي تسلمك. راهف. شكون معايا؟ راهف من السوبر. راهف؟ ام راهف؟ واه ام راهف، كي راكي؟ لاباس الحمد لله. كي راهي راهف؟ الحمد لله. هدرت عليها هذاك النهار قلت لهم راهف عندها بزاف ما عيطتليش. ما حكمتكش، تجوز عيط وما حكمتش. راكم ملاح؟ والله لنا غايه الحمد لله، سوا غاليكم انتم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دائما اوفياء البرنامج، دائما تشوفوا كل يوم. هاي الحمد لله. راه ما تخرجوش غايه على جلال وشاف. ما تخرجوش على جلال وشاف، وما تقيلوش على جلال وشاف. يلا احنا تانينا في خدمتكم دائما، ونقول ندير لكم كامل شكم حابين. كاش ما كي حابه ام راهف، كاش طابق ولا كاش حاجه هكذا؟ كريمه كراي دايره الشيف كريمه؟ لاباس كريمه؟ يتسمعك تفضلي. واش راكي لاباس؟ الله يسلمك الله يسلمك. اهلا بك. كيفاش راكو اجواء الصيف في الدار؟ والله الحمد لله لاباس، رانا معاكم مادامكم معانا كاع، رانا نجو فوتو غايه كاع. مرحبا حبيبتي، مرحبا ان شاء الله. الله يسلمك، مشكوره مشكوره بزاف كاع. الله يسلمك، لا شكرا على واجب حبيبتي. تعيشي فينا سباكيتي هذاك خرج ولا اروع تاعي اللي جبتي في الكلب. اي بني بزاف سباكيتي. الله يسلمك يسلمك حبيبتي. الو راهف. يا زوي عامي رب راهف، توحشتك. توحشتك بزاف. انا ثاني توحشتك بزاف، عندك بزاف ما عيطتيليش. اكي غايه؟ انا بسمية عمري. انت يا عمري، انت يا عمري. ما نساتكش عمري عمري. سمية حبي. انت ثاني حبي، على ما تداوكش البحر، ما تداوكش تعومي. جايه. اكي جايه البحر؟ راهف اكي جايه تعومي؟ راهف ماجي، اجي عندك. جي عندي. هيا ارواحي 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 عندي تعومي. سلام عليك. هيا ارواحي ارواحي عندي تعومي. راهف يبي بابا. ما سمعتكش راهف. راهف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما سمعتش قالت ما قلت ان شاء الله. راهف ان شاء الله نجيب مومو. ان شاء الله نجيب مومو ان شاء الله، انا وكاع اللي راهم حوسين يجيبوا مومو. ردونا ويضحك. ان شاء الله عمري ان شاء الله. راهف اقعدي دائما تبغيني راهف ياك. انا نبغيك بزاف. انا ثاني نبغيك بزاف 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 بزاف. انت قلبك حبيبتي حبيبتي، ربي يحفظك ان شاء الله. راهف ما نغنيك اغنيه مانيش نفهم واش نديرو لك؟ نبغى لك أغنية. هيا غني لي أغنية، غني لي. هيا نسمع. أغنية غني لي. راهف أنا شفتك في بابا، قلبي زكزك. هيا نسمع. حاجي حاجي مكان عاويني حبة شيرية سومية، حاجي نردي ليا الغنية باسمك سومية. سمعت ما فهمت والو في الغنية راهف. اكيد كل عندك غنيلك. ما فهمتكش كاع شكي تقولي. اكيد كل عندك غنيلك. إلا عجبتني تغني لي. وا هيا غني لي، راني نسمع راني قارع. راهف
يلا يقولوا لي الشباب من قطع الاتصال تحيه كبيره لرهف. رهف طاطاك سميه تبغيك بزاف 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 بزاف، وربي يحفظك ان شاء الله، وتحيه كامل العائله تاعك وكامل ناس السوقر ناس تيارت، وربي يحفظ لكم كامل واش تسعوا ان شاء الله، وربي يحفظ لكم وليداتكم خاصه كي راهم في العطله، ان شاء الله عطله سعيده يا رب، وربي يفرحكم بهم ان شاء الله وتشوفهم في اعلى المقامات، وربي يرزق كل متمنيه ان شاء الله بدراري ان شاء الله، ربي لا يحرم واحد من الدريه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا كريمه العجيجه تاعنا واش كنا درنا فيهم؟ درنا 3 حبات الى 4 حبات بطاطا، قطعناهم مربعات يعني شويه كبار، درنا معهم حبه او 2 تاع الجزر، الزرديه قطعوها شويه ارق باش كي تغلي تجي يعني يطيبوا كاع كيف كيف، درت لهم شويه تاع الماء خليتهم طابوا، حطيتهم في غسيبيون تاعنا وهما سخونين، سيو زعما تعبزوهم يعني باش يترحوا لكم وهما سخونين ما يتعبوكمش يعني، وهما سخونين كذلك زيدوا لهم ملعقه تاع الزبده، انا هنا كي بردوا شويه الزبده تاعنا سخنتها شويه يعني دفيتها شويه، حطينا الملعقه تاع الزبده، حطيت كذلك حوالي 3 مغارف هكاك تاع الجبن اللي كنا مبشور، وحطيت كذلك رشه تاع المعدنوس، وزدنا عدلنا الملح يعني شفت الملح كنت درتو كي غلات، زدنا عدلنا الملح تاعهم، دوكا راني نشكل فيهم، تشكيلهم راح يكون سهل، الجبن المبشور راهو حتى كي يتقلى باش تحسوا له، كي تقسموه باش تحسوا له، دوكا واش راح نديرو؟ نشكلوهم نحطهم شويه في الثلاجه، انا وجدت يعني من قبل وجبه يعني نحطهم شويه في الفريجيدير يحكموا روحهم شويه، ونجي نغطسوهم في لاباري اللي قلنا عليهم هما زوج حبات تاع البيض حنديروها مع بعض، 3 مغارف تاع كريمه الطبخ و 3 مغارف تاع الفارينه، نديرهم شويه تاع الملح نجوزوهم فيهم ديريكتومون للمقله تاعنا، يكون شويه زيت فيها ماشي بزاف، ونقلبوهم من الجوانب كاع حتى يعطوكم لون ذهبي. عجيجات بزاف ساهلين والكود تاعهم يجي بنين، هذاك المزيج تاع الجبن الداخل الزروديه هذيك الحلاوه تاعها مع الزبده يجيكم بزاف بنين، وكتغيير كذلك للعجيجات اللي موافين نديروهم فقط. ثاني ساهلين هادو خفاف كريمه وفي نفس الوقت غير كيما قلت بنان وغير مكلفه، يعني الوصفه تاعهم ماشي زعما اللي لازم الحام والدجاج وكامل، هنا فيهم فقط كميه تاع الجبن يعني ماشي حاجه، فرماج وشويه زبده كميه معدنوس، وكي تقلوهم يجي بنان، يعني السر كذلك في الخلطه اللي حنديروها من الفوق تعطيكم حاجه بنينه ان شاء الله. المقله تاعنا وراني دايره في الفريجيدار وجبه نتمنى يجيبوها لي باش نديروا لاباغي ونقليهم، هذو نعاودوا نحطهم في الفريجيدار يحكموا شويه روحهم، ولونو تشكيلهم جد سهل، شوفوا ما لصقش ولا نتوما اذا خفتوا ولا البطاطا تاعكم كانت شويه شربت الماء، حنعطيكم كاع الاسرار ولا كامل الامور اللي قادرين يصيركم في الدار، تكون شربت لكم شويه ما ولا شويه زيت في يديكم وشكلوها. شكرا. طيب انا ماما تعجبكم خلوهم هنا دوكوتي. يلا راهم يشاهدوا فينا يعني العديد من الناس، راح نستقبل قبل الاتصال ومن بعد ندير الاهداء. يلا الو 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 مساء النور. كراكي سميه اني الحمد لله وانتوما؟ الغايه الحمد لله اختي الغايه الغايه الحمد لله الحمد لله يا ربي. مرحبا الو اني نسمع فيك كراكي. مرحبا الحمد لله داركم لاباس الحمد لله، سمعي غير من التليفون باش ما ينقطعلكش الاتصال. الو سمعي من التليفون. الو اني نسمع فيك مرحبا. كراكي سميه غاية الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله كراهم داركم. الحمد لله في نعمة الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. شكون معانا؟ فيك. ألو. شكون معانا؟ راني نسمع فيك. نورية بالعباس. هو ريم بالعباس. نورية بالعباس. نورية نورية بالعباس، مرحبا بك نورية. كراكي اختي غاية؟ كراكي غاية، كرام ناس بالعباس. الحمد لله انتم كو غايه. الحمد لله كيف راهي عندكم اجواء الصيف كاش سخانه؟ الحمد لله كاظا حمى شويه. الحمى الحمى وقتها وقتها هذه وقتها 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 راكي منوره الشاشه. ربي يحفظك منوره بكم شكرا. شابه شابه بالبزاف. ما سمعتكش؟ راكي شابه بالبزاف. ربي يحفظك الله يعطيك ما تمني شكرا لك. كريمه. اهلين واش راكي حبيبتي؟ الو. راهي تسمع في كريمه نوريه. كراكي كريمه لاباس واش راكي انتيا؟ الحمد لله اختي غايه. والله غير الحمد لله وانتوما جملتكم الحمد لله راكي مكفي سنة بكلش. ربي يحفظك تعيشي حبيبتي. الحمد لله كاع الوصفات ما شاء الله انت ولي شيف. يسلمك ربي يحفظك تحيه ليهم كامل تعيشي حبيبتي. الحمد لله كراكم على الصيف كراكم
الحمد لله الحمد لله. الحمان هذا هو وقته هذا هو الوقت والناس اللي راهي عطلات يعني تستمتع وتبروفيتي من هذه الاجواء الرائعه والبحر والعبيسين ولمه العائله وكامل. نهار في عيد الطفوله السميه كنت نعيش نعيط وما حكمتكش. خساره معليش مرحبا بك. نعيش نعيط عاطيك كنت بالي لي كيما ما نجوى القلب الحنون. اي عمري ربي يحفظك. نعقل على ماما نجوى. نعقل عليها وي. هي ماما نجوى طاطا ليندا سبحان الله القلب الصحه حنون. صح 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 حنون. تحيتنا ليهم تحيتنا ليهم. صح كبرنا بهم سيختو طاطا ليندا في يوم الاثنين. واه استراحه الاثنين. واه يا والله العظيم عندك واحد القلب واسع واسع وحنين واحد القلب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يحنن قلوب كاع الناس. كاش اللي يبغي السميه ربي يحفظك الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. يا اختي سهان يلا يحفظك ان شاء الله وشد لك الجزء تاعك ان شاء الله يا رب. كل ام ان شاء الله ربي يطول في عمرها والله يفرح الدريه صالحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كل محرومين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. اي فايده اختي خليكم ربي يحفظك نوريا. شكرا مبروك وسعيد ان شاء الله. شكرا انت ثاني غدوة عاشوراء عاشورتكم مباركه ان شاء الله. هاني اللي نوليكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ايامكم كاع مبروكه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك مستقبل شروق. شكرا لك تحيه لك كبيره. اي باي باي اختي. مع السلامه نوريه مع السلامه. تحيه كبيره ليها. بالمناسبه ذكرتني بعاشوراء كاين بزاف اللي اليوم راهم صايمين. نقول لكم صيامكم في الجنه كاين اللي صوموا 9 و10. انا حبيت ان شاء الله نصوم 10 و11 ربي يقدرني ان شاء الله مع السخانه ان شاء الله. راني ما بين وبين لانه رانا نستهلكوا بزاف كميه ماء مع السخانه وكامل ربي يقدرنا ان شاء الله. اللي راهم صايمين صيامكم كما قلت لكم في الجنه ونعاودوا نذكروا لانه دائما كاين بالك ناس تغيب لهم ولا ينسى ولا فصيام يوم اليوم وغدوه ولا ثلاثه ولا اربعه يعني هادو هما ايام الصيام. وبالمناسبه الغدوه ان شاء الله راح يكون عدد خاص بعاشوراء الفحله. ديجا راني كنت نشوف في كي قلت لكم ندير الاهداء ام سيدري تشوف فينا من فرنسا بالضبط من ليون وبعثت لي فيديو راهي دير في شخشوخه او ميم طون ما شاء الله. والله ما شاء الله عليها ام سيدري من الجزائريات الفحلات يعني اللي حتى يغادروا بلادهم لكن يقعدوا محافظين على تقاليدهم. راهي دايره دوك نوريك الفيديو. الله ما شاء الله وهذاك المري ودير في الشخشوخه الله الله مع السخانه ربي يقدرك. وش حبيت امين الفور خلاص امين احفظ احفظ ولا يخاف ولا يدير لي هكا روحي الفور الفور باش ما تحرقش الوصفه. صح الريحه صح. لا لا سافا نورمالمون طابو ما تريسكيش هذيك هي سي بون. نشوف برك باقي لها يحمروا من الفوق شويه. لا لا زيدوا شويه من الفوق. طابو شويه من الفوق خبيه. شحال درجه الحراره نسخنوا لهم الفور من قبل؟ 180 درجه. دوك نعاودو لهم وراح نعاود لكم الوصفه. دوك تقلي هادو ونعاود لكم الوصفه. هنا دوك انا نديرو في العجيجات. سمحوا لي بالك طولت الهضره ولا بالك نسيتكم في الوصفه بصح توجو نحب نعاود نرجع لكم للوصفه. هنا كنا درنا البطاطا مغليه مع حبيبه زروديه ولا وطلب كي تغلوها تقطروها بيان سور تعبزوها بيان تزيدوا لها الزبده وهي سخونه هكاك باش تذوب. احنا دفاتها شويه لانه بردت شويه البطاطا. تزيدوا لها المعدنوس وزيدي وكميه من ملعقه تاع الزبده وزدنا لها جبن مبشور. اي جبن مبشور عندكم نوعيه تحبوها مليحه زيدوها. هنا لاباغي تاعنا واش كنا درنا فيها؟ درنا فيها زوج حبات تاع البيض شويه تاع الوصفه راهي على الشاشه اسمحي لي قطعت لك معليش. وزدنا لها كريمه الطبخ حوالي 3 مغارف وزدنا فارينه حوالي 3 مغارف ماشي معمرين. راح ننزل فيها الحبيبات تاعنا. يلا هنا دارت كريمه سائله دارت بيضه هكذا زوج حبات بيض زوج حبات بيض شويه تاع كريمه سائله وشويه تاع فارينه ثلاث مغارف فارينه ثلاث مغارف كريمه سائله وزوج حبات تاع البيض. خبي ندخلوا هذوك ديجا رايحين يدوا هذاك لوغو جاب ربي نزيد لك الزيت زيد شويه للنار ماشي زائد لي من هيك. خلاص حفظتو. فينالمون لازم تكون هذه محطوطه باش يشعل. كنا شكلناهم قلت لكم مع بعض تشكيلهم يكون سهل سورتو كي يديروا هذيك الملعقه تاع الزبده. اذا كانت بطاطا طافت بزياده فيها ما نعطيكم كاع يعني قلت لكم الامور اللي قادرين احنا تصنع في الدار استعينوا بشويه تاع الزيت وشكلوهم. حطيتهم هذو ما سبقت فيهم نحطوهم في الفريجيدار يحكموا روحهم بيان باش يجوكم ساهلين كي تحطوهم في لاباغي تاعكم هذه اللي درناها يجوكم ساهلين. دونك نبدا. انا كنت هذه الكميه درتها شوفوا ما من اللون تاعها فيها الجبن تاعها ومن بعد كي تقلى راح يبان فيها كميه من الجزر قلت لكم
وفيها كميه من المعدن نص مع هذيك الزبده خفاف يعني ما فيهمش حاجه بزاف. راح ننزلهم لهنا تكون شويه ثقيله هاد الخلطه اللي درناها، وتكون 3 مغارف تاع كريمه الطبخ، 3 مغارف تاع الفارينه، وزوج حبات تاع البيض نزلوهم فيهم وديريكتوم من المقله. المقله ماشي شرط يكون فيها الزيت بزاف غامر، غير شويه ونقلبوهم اشاك فوا. دونك راح نحط يلا تري بيان. الوصفه اي قدامكم سهله جدا، تقدروا تحضروهم. ما درتي لهم والو لي زيبيس، ملح فلفل الكحل، ملح فلفل الكحل فقط. قلت لهم شوفوا الملح اللي يكونوا درناه يجو بنان، وانا نشوف انه هذه الكريمه السائله راح تعطيهم طقم طعم ومام فرماج الداخل دوك يبدا يدوب. راه غير هاك هاك على بالك واش صرا فاروق واش كاين الفور نقلع على الفور دوك مع امين. هيا صحه، انا غير هاك انا كل كل كي صافا كي ويجيني رضوان يوقف لي كاع عند بابي يدير لي رضوان وين وين نفهم انا واش نسمع، انا راه بيني وبينه مسافه كبيره طويله باش نسمع. امين عز غير الفور هاي خلاص نعطيك مهمة على صغير الفور، كي تشم الريحة ولا قول لي. تعودوا علينا بصح جمهورنا حنايا في الكوزينة ولا برا كأننا رانا صح، ولو يحبوا أصلا هذه الأجواء. يقول يعني التعليقات ما شاء الله اللي كتبوهم كاع باللي رانا معاكم عايشين الأجواء، ضحكتونا مليحة. فوالا عبالكم راني مخبيه واحد العفسه هنايا ما شفتوهاش نتوما، راهي موراها هاد الشوكولا. لا غالب النار شي فما يكون درناهم. شفتيها؟ شوفي كلش بسلامتك. شوفوا واش يلحقني. انا في البحر ويلحقوني شوفوا تيرمون اللي عندي ناس بزاف تحبني الله يبارك. شوفوا هذا تاع المشماش ما شاء الله. لحقني كونفيتور تاع المشماش. ها نخدم الله الله، والرائحة ما نحكي لكمش، أو عندك والرائحة ما نحكي لكمش. شوف ما أنا المعجبين تاوعي اللي يحبوني هما اللي يفنينوا فيا باش ما نطيبش وباش ما نديرش ما نتعلمش. إيه ماشي أنا، أنا دوك كي لحقني هكا علاش نروح ندير أنا معجن المشماش؟ وهذا هذاك جديد اليوم، هذا اليوم ندار تاع الفخاز. شوف واحد المذاق، واحد المذاق رائع. زيدوا حاجه واحده اخرى، كي جابوا لي هادو راهم تاع الزجاج، قالوا لي زيدي دير بلارات روحي نزيدوا لك بلارات واحد اخرين. شكون كيما انا وين نلقاها؟ صحتي ربي يدومها ان شاء الله. يكثر خيرها الانسانه اللي جابت لي هاد لي كونفيتيون، ان شاء الله في ميزان حسناتها يعطيها الصحه. شوف راني مخبيتهم انايا هنايا، انسانه ثاني انا نحبها بزاف، ربي يحفظها ان شاء الله ويعطيها كامل شيء متمنيها. الكونفيتور تاعي تاع لي فخيز وتاع المشمش الحقني ديريهم لا كريمه صحتك ديروهم. النار نخافها لازم فريمون يغلي يغلي يغلي، وهذه ولات تخوفني ديجا. راح نبدل هذه المقله ماهيش ما ساعدتكش؟ نو صح ما تعلقش تما نشعل من هنا. وشنو لصقت لك؟ تلصق وي تلصق، ماشي هذا النوع من الاخر تاعها يلصق. شوف بان ديرها هنا تبان باكي درتها على جال بصح ما كاش الريح، نقدروا نديروه هنايا. ايه صعب صح ما كاش الريح. انا خفت باش نديروا معجون على جال لازم يغلي وكاع، والنار خفت ما تساعدناش ويكمل الحصه وانا وياه قاعدين نقعدوا. ايه لازم نطابونا. خممت لها ايه لازم نطابونا. يا درا غدوه واش راح دير شيفنا ديال يا درا العاشورة يا درا غدوه. مرحبا والله ارواحي ان شاء الله. نورمالمون كنا حابين نديروا لما تاع الفرحة تاع لي شاف ارواح كنا نديروها ان شاء الله. معلش يلا من بعد نديروا الخطة من بعد نديروا الخطة. شوفي كيفاش ندير انا كي تلصق شوفي شحال لصقة بزاف. هاتي شوفي نساعدك خلوهم يتحرقوا شوية. خليتهم صح لصقة يا اخي، انا قلت لك السيق وهذا انا سبيسياليست. اه وي هذاك يبقى على راسك ما على بالك. وشنو كان الزيت شويه مازال ما سخنش بيان سخنت بصح هذا النوع بالك مع ال شوف خليهم هكا دوك حتى يطيبوا بيان باش نقلبوهم. معليش دوك نسخن ليه ان شاء الله ما كاش. اه راهي تلصق المقله هذه. اه تلصق تلصق وتما غير هذه المقله اللي تمشي هذه تمشي بصح كي نديروا فيها لي صوص والصلصات. خليك يا صح لك قلت لك الحريق يمكن عند لي فون فيه. معليش دوك نكملوا هنا ويخرجوا خلي هذوك تقلا
الفوق نشوفه خلاص جبدناهم نحيتهم سي بون. انا دوك نكمل نقلي في هذه المقله تاعنا ونروحوا الوصفه تاع العصير تاع اليوم ومن بعد نقليوه مع بعض. يلا شوفوا لي هادو طابو قدامكم لي مادلان نطلع هكا لي مادلان هادو طابو قدامكم لي مادلان المالحين راهم فيهم البصل المكرمل فيهم الزيتون والرائحه تاعهم راهي تشهي 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 ريحتهم راهي بزاف بنينه. كانوا طابو اللي يحب يزيد يحمرهم ولا يحبهم حمور اكثر هو كيفاش يطيبوا. حنا نفضل هكا باسكو ديجا على حسب باش ما يتحرقوش لي زانغغيديون اللي راهم الداخل نقابلهم للشمس باش يقعدوا سخونين مليحه تاع. حنا نكملوا هاد الحبيبات نعاود نقلي في المقله هذه نشوفهم نشوفهم مع بعض ونروحوا العصير تاعنا تاع اليوم واش فيه. نهضروا على مكوناته وانا نقلي امام طون. واش فيه العصير تاعنا؟ راح ندير كاس تاع السكر، عايروا بالكاس اللي تحبوه نتوما، راح نستعمل كاس تاع السكر نكمل به كاع المكونات، كاس تاع السكر، كاس تاع قارص. وهذوك الحبيبات تاع القارص اللي جبت خرجت منهم هذا العصير كنت بشرطهم، نبدا بالمبشور تاع الليمون تاعنا. باش يخرج لكم ذوق الكريبوني. العصير هذا اللي كنتوا شفتوه قبيله. اللي يتباع في المحلات نشوفوه، شوفوا ديجا الشكل تاعو راه رائع مع هذيك الشريحة تاع الليمون القارص اللي راهي دارتها في الكاس. شوفوا رائع كيف يكون بارد. الله الله انا في الاول جبته لي بارد وفيه واحد المذاق رائع جدا. واش درتي فيه؟ كريبوني. دوك نقول لك وصفات. اعطيني الوصفه. واش راح نديروا؟ راح نستعملوا مبشور الليمون حوالي 4 حبات عصرت فيهم الكاس. انا درت هذا الكاس ديت المبشور تاعهم. واش راح ندير؟ راح نديروا مع السكر ومن بعد راح نصفوها. راح ندي كاس تاع السكر نفس الكاس ندير به كامل المقادير ونخلي هذاك السكر مع الليمون مع المبشور حتى يتلقى كامل. يعني هذاك المبشور تاع الليمون يتلقى كاع الكوت تاعو في السكر. يعني تخلوه تحركوه تخلوه. عندنا نفس الكاس كاس حليب وكاس تاع القارص. انتم بعد ما تخلوها يعني وقت وتخلو هذاك السكر بيان ويولي هذاك المبشور ما يبانش يتعلق مع السكر بيان انتم خلوه. باش نزيدو كاس تاع الحليب نفس الكاس راح نزيدوه كاس تاع قارص. نخلطوا كلش مع بعض. ما حبش خليها طفيتي عليها طفيتي ايه خليها تتقلى بيان يتحمر ونقلبوه. اه ايه دوك ناكلوها بطريقه اخرى. خلينا هذاك الزيت دوك ندير تم على بالك جبل ربي نزيدوا الفرينه ثاني للخليط هذاك. خليط هذا هو هذا هو المشكل في المقله فقط. بيان سور المقله يتلصق هاني نشوف فيها. والزيت الثاني ما كانش سخون مليح دوك نديرو في الاخر يتقلى ديغاكتومون. كون درنا مبشور الليمون تاعنا تاع 3 حبات 4 حبات حجم الحجم تاع حسب يعني الحجم تاعهم. درنا كاس تاع السكر خليناه بيان هذاك لوزيست حتى تندى بيان مع السكر. بعدها زدت كاس تاع القارص وكاس تاع الحليب. لحد الان راني 3 كيسان. نحرك كلش مع بعض. راح نزيد له شويه تاع الفانيلا تحبوها بودر تحبوا فانيلا يعني ليكيد. وراح نجيب هذا الارم تاع البرتقال لو يتباع دوكا بالابيض قولوا له الابيض اختاروا الابيض يعني هو اللي يعطيكم الكو تاع الكريبوني كذلك. ولو نداني قاص ديروا شويه نحرك كلش مع بعض. وعندي كذلك علبه تاع ياغورت تقدروا ما ديروهاش بصح يعني تعدلكم بيا المذاق تاع هذا الكريبوني تاع ياغورت يكون بذوق الفانيلا. راح نزيدو كذلك نحركوا هذه المكونات بيان حتى يتجانسوا مليح. بعدها نزيد تاع ريتلا تاع ماء يكون بارد فوق هذه المكونات. دونك درنا قلنا مبشور الليمون درنا الكاس تاع السكر خلطناهم بيان حتى الزيت هذاك يعني ذبال تجانس بيان مع السكر. بعدها زدت الكاس تاع الحليب والكاس تاع القارص وعدلت يعني درت المذاق الفانيلا ملعقه كبيره ودرت كذلك لاروم تاع القارص اللي يكون في اللون الابيض او يتباع بكا. خلطت كلش مع بعض وزدت لهم علبه تاع ياغورت بنكهه الفانيلا. هذه تكون اختياري بصح ثاني تعطي طعم بيان في الجوي تاعكم. نخلط بيان المكونات تاعنا. بعدها راح نزيد ريتلا تاع الحليب يكون بارد تاع الماء يكون بارد. نخليه شويه انا هنايا يتفاعل كلش مع بعضه. بعدها راح نزيد الماء ونصفو كلش. نخلي فقط يتلقى هذاك المبشور وكامل نكملوا القليان تاعنا. بيان
هادو بالنسبه للعجيجات راح نعاود نحطهم لكم الوصفه تاعهم على الشاشه. عفوا بالنسبه للعصير يلا نستقبل اتصال. الو 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 انقطع الاتصال. شكون كانت معنا؟ فضيله من باتنا، تحيه كبيره للناس باتنا، عندنا بزاف ما سمعناش صوتهم، ناس باتنا ربي يحفظهم، تحيه كبيره لهم وكامل الناس الشرق الجزائري، ناس الغرب، الوسط، الجنوب، كامل تحيه كبيره لهم وتحيه كبيره كبيره لكل اوفياء هذا البرنامج داخل وخارج الوطن، خاصه الجاليه الجزائريه اللي راهي هنا تستمتع بفصل الصيف وهاد المناظر الرائعه والبحر ديالهم. فنقول لكم مرحبا بكم في بلادكم، والناس اللي ما قدرتش تجي كما يقولوا ناس زمان اللي يفيدوك اليوم عيدوا. الجو تاع الجزائر ما شاء الله عليه، الربيع شباب وفي الخريف شباب وفي الشتاء شباب وفي الصيف شباب. شوفي كي كانت كي راهي تزيد سخونه والمقله ما تلصقش، تجي عجينه هشه وداخل هذيك البطاطا. هذا ثاني نزيدوا هذا ونقصوا من بعد للنار باش تعطوا فرصه كذلك لهذاك الفخوماج الاول داخل مع كاع المكونات يذوبوا باش يجيكم ثاني كبنان. دونك نبدا نحط، راني نقص انا للنار بعد ما سخنت، ونبدا من هذو بلا ما نديرهم في الفريجيدار. دونك هذيك لاكوش اللي نديروا فيها الفخوماج اللي داخل يذوب لكن ما تخليش يخرج، وميم طون تعطيكم البرا غطاء مليح يعني تاكلوه بنين. فقط اختاروا المقله اللي ما تلصق. شوفوا قدامكم في المباشر المقله كي تلصق شغلها هبط كلش لتحت المقله هذيك في لابلاك. يغلط عليك النار خير بزاف من فوق هذه الامور. هذو مش حنرموهم حنا، يجوا مقرمشين مع الفرماج لو فيهم. دوك نديرهم دي ساندويت. قولي والله دوك تشوفي شوفي الفرماج الرسكاله غير على المباشر راه فريمون لاصقين. ردي بالك في فرماج سي شتي المقله كي تكون تلصق خلاص هذوك ولاو لابيغي تاع زروديه ولا والله والزيوتي راه يطير الفرماج مع تعبيراتها فرماج ماشي لابيغي. نجيبو ورق هادو لا لا شوفوا هادو قدامكم كيفاش طابوا هادو باسكو المقله هادي ما تلصقش اكيد كيما قالت سميه هادي نتخلصوا منها الان. يلا نشوفوا ديريكتومون الوصفه هذه اللي راهي ولا هاد العجيجات ردي لهم وحده باش يشوفوا كيفاش طابوا. شوفوا يتقلبوا بسهوله خلوهم فقط يحماروا اهم عند الشيفا. شوفوا كيفاش طابوا الله الله. دوك نفتحوا لكم من الداخل كيفاش يجوا وانا نشوفهم هادو مام للدراري الصغار اللي ما ياكلوش الزروديه والبطاطا. هادو ما دي ساندويتش. علاش قلنا الفرماج اللي لداخل مع هذيك الزروديه حلوه والزبده يعطيكم جو هايل مع شويه طماطم دوائر وشويه سلاده شويه مخلل دي ساندويتش مطلع يجوا هايلين غير بلا لحم. عطات لكم كريمه الفكره شبهتها للمعقوده تاع الغرب. في الغرب يديروها هكا المعقوده. شوفي يقول لي هكا المعقوده مت يعني ما كاينش كيفاش تخطينا في رمضان. في الجزائر العاصمه يقول لها السفيريه هكذا السفيريه ياك يعني. عجيجات السفيريه بالخبز الملحي بلا صوص التحميصه حلو درناها لهم في اروشه صح ما حرفناهمش. كامل الوصفات. يلا نستقبل اتصال. الو 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 مساء النور. مساء الخير سميه. مساء النور مرحبا. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. وانت يا واش راكي؟ بخير يعيشك. راكي منوره الشاشه سميه حبيبتي منوره بيكم. ربي يحفظك ان شاء الله ويحفظكم انتم كذلك. يسلمك يعيشك. واش راكي؟ الحمد لله. شكون معنا؟ معك يمنى. معك يمنى من البرج من العنصر. ناس البرج واش راكي يمنى؟ والله غالية بديت يعيشك بخير. يا يمنى اسمك شباب. يعيشك ربي يحفظك. ان شاء الله يا ربي. وش راهم ناس البرج لاباس عليهم؟ والله غالية بديت مع السخانة رانا البرايجية كرامة وناس ملاح وطيبين. ربي يحفظك. اهلا وسهلا بك. ربي يحفظك. يسلمك حبيبتي يسلمك. بلاد زميلي محمد فاتح خوخي جوست عندكم خطرة عيد جيت نص نهار. من اطيب الناس واكرم الناس البرايجيه كما كل الجزائريين. يعيشك راكم كافيين وموفيين في البرنامج. ربي يحفظك. شكرا لك حبيبتي. مع هذا السخانه مع هذا الصيف ربي يقدركم ان شاء الله. ان شاء الله انتم ثاني يقدركم. يا منى قولي لي كش طيابه شك طيبي له مع السخانه. مانيش والله ماني طيب مع هذه السخانه. احنا ماش ياكلوا ولا وش حاجه في بابا تكتشوكا بطاطا. ايه ايه ودور تكتشوكا بطاطا دور صح. اليوم بطاطا غدو تكتشوكا غدو بطاطا تكتشوكا. ب
بدلي ما البطاطا ديالها اليوم اليوم راه موسم تاع عاشوراء لازم نوضوا. ايه واش درتوا واش ديروا نتوما؟ كان صافي فوق واحد يدير كشخشوخه يدير كسكاس يدير رشته يدير وشنو كسكاس وشنو كسكاس طعام؟ طعام طعام ايه طعام تقولوا كسكاس ايه؟ الاخرين يديروا شخشوخه يديروا رشته. انت واش درت انت واش راكي حديري يا ما تقوليش غير حديري الرشته عم بالي حديري لهم شخشوخه ثاني. بصحتكم بصحتكم تاكلوها بصحة ولا هنا ان شاء الله. عندي طالب صغير بركة اختي سمية معيوني تفضلي. ربي يعطيك ما تتمني ان شاء الله. ان شاء الله واياكم يا رب ربي يفتح في وجهك ان شاء الله. عندي طالب صغير تفضلي اهداء برك. تفضلي تفضلي ربي يسرك. نحب نهدي الاهداء الولد الولد اختي عرس وراها قريب ان شاء الله الفنسناف مهمل هشام. واسمه مهمل هشام. مهمل هشام ربي يهنيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله زواج ان شاء الله للناس الكل ان شاء الله يا رب. يقولوا قالت لك سميه زواج الدهر ان شاء الله وكل شيء وكل شيء مبروك على اختك ان شاء الله. عيشك ربي يهني سميه. نسلمك حبيبتي نسلمك تعيشك ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يوفقكم ان شاء الله يا رب. شكرا ليك وربي يدوم الفرح ان شاء الله. يعيشك سميه. مع السلامه يا منى. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. شكرا. إنسانة رائعة والأسماء وتناهدو كي نسمع يمنى عجوزتي يمينة إيه؟ ماما فاطمة نحب هاد الأسماوات عتيقة زاهية شغل تسمعي واحد الأسماوات عرفتها بكري تلاقينا كاع صحيح تحسي شغل باللي زعما ما عباليش واحد الإحساس هكا تاع أسماوات تاع زمان خديجة عايشة هاد الأسماوات شغل دوكا نسمعو غير أسماوات غير إيه دوكا ما كاينش دار ما عندناش هذوما خديجة خيرة دوارية بدرة تاع وهر تحياتنا ليها عندها بزاف ما تصلش كاين واحد اسماوات شغل شتي تلمو اللي اسماواتهم يقعدوا في الراس ولا غير ثاني كان عندي تحيه خاصه لاهل البرج لاني كنت رحت صح رحتي انت البرج موسى كان عندي تحكيم تماك ما شاء الله عليهم شوفي جوزنا يوم الناس مضيافين مضيافين الطريق ويقصروا معاك استقبالهم قعدوا باتوا تعرفي ما تيماجينيش كيفاش كان الاستقبال هما مسؤولين ولا ما ملي يشاركوا هما راهم يديروا في مسابقه مساكين يحطوا كيفاش يجوا كيفاش يقصروا ما شاء الله عليهم ناس البرج تحيه كامل ليهم. انا كان سبق ليا وزميلي محمد الفتح خوخي ما برايجيه وخدمت معاه واحد العيد راني شافيه وصلته لحقته قال لي دبري راسك يما راهي في البرج مع عيدة تلحقيني العيد عيد كبير ديت وصلته للبرج ديت بالطونوبيل كان ما عندوش طونوبيل ديته بالطونوبيل وصلته شوفي مازال ما لحقتش دخلت للرومبوان كان خالو يسنى فيا جابوا لي حقي تاع اللحم وحقي تاع الكبده والماكله وقعدي تباتي والله ما تعاودي ترجعيها هكذا الناس مكرمين ما شاء الله. يعني بغض النظر على ايه على كي نهضروا على الاستقبال على كيما قلت على الاكل بغض النظر على هذه الامور لكن هذوما دليل على كيفاش يضيف الكرم 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 شوفي لانه انسان احنا نعرفه يعني انسان كيكبر بك يعرضك العشاء يعرضك الفطور يقعدك شي زعما تاع كي حابه تاكلي ولا لكن هاد لي جيس وين نلقاو نلقاوهم بزاف عند الانسان الزوال اللي قيسو قيس روحه هو اللي يحلف عليك ما ماركتيهاش كي تروحي هو اللي تصيبيه موجد الفطور موجد كيما تقولي عجوزتي احنا زواوله بصح عايشين عيش المرفهين الحمد لله ربي يطرح الخير ان شاء الله ويقعدوا جزائريين. احنا لما نقولوا البرج ماناش نقولوا الولايات الاخرين ماشي ملاح كل الولايات تروح للصحراء يديروك فوق ريسانهم تروح للغرب يدخلك تبات في دارو وتقعد مع العائله وعندهم هذيك الكرم الوسط ناس الوسط الثاني ما شاء الله عليهم قصدك انت كل ما تجي سيرة بمنطقه رانا نهضروا انا الوسط جيت وجيت صغيره وخدامه وعشت وحدي وكانت ماكلتي تلحقني ويحبوني ويديروني في وسطهم ما حسيتش روحي كامل غريبه بورتون خرجت صغيره يعني رحت قريت مباشرة بعد القرار جوزت انا العصر مكافحة نحسك وما شاء الله بصح تحسيش راك تلموت تلقاي ناس ما شاء الله تلقاي الجيران كورة ما ويتفكروك وتجوزي يا ما جوزت عياد بعيدة على دارنا باسكو كنت خدامة وكأني نجوز في العيد في الدار فالشعب الجزائري والله شعب كما نقولوا من الحدود للحدود من الحدادة تاع الغرب الحدادة تاع الشرق من الحدادة تاع الجنوب للوسط كله ما شاء الله عليه ربي يحفظ ولاد بلادي والله العظيم والله
شتي في الشده دائما تلقايهم متلاحمين في الفرح، نفرحوا كاع مع بعضنا الحمد لله. شعب من تروحي البلاد منه من يعرف الجزائريه بنت بلادو تكون رد فعله باين، صح ما توقعي مع اي العجيجه تاعنا شكلها من الله الله شيفاك تشوفي فيها هكا ولا نطلع لك؟ استنى نطلع لها شويه زيدي هذوك خليهم يحمروا بيا. شوف هادو طابو قدامكم في المقله الاولى كانت تلصق، شفتهم كيفاش هبطوا؟ ايفيتيهم قليل يلصقوا، ديروهم هكا شوفوا بالرغم انه فيهم الكريمه السائله هذيك والاخر، شوفوا كيفاش راهم الله الله يسخونه ما نقدرش نشدها لكم بزاف. هاي طايبه من لي دو كوتي نفتحها اعطيني موس شوفي باسكو يسخونه شيفه بالك ايه هذه تاع تعضي ديريكت بصح هكا فرماج الغدوه تلقاي شلفاطه في لسانك صح. شوفوا 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 التفرميجه هذا كيفاش راهو، شوف والبطاطا هذيك هي طايبه الزروديه هي طايبه. شوف الزروديه نصيحه غير ديروها تمد لكم حلاوه لداخل. انا شوفي السبده هايله اعتمدت في لابيوري، لابيوري بكري كنت ندير غير البطاطا وحدها ملي درت الزروديه معاها شوفوا بنت لابيوري بالزروديه والزبده والاخر بنا ولا اروع، خلاص موليش ندير البطاطا وحدها. شك تجي مليحه تطلق لك حلاوه مع الزبده واحد الحلاوه ما تتبنوش باللي، خاصه شوفوا نصيحه اللي عندها دراري صغار ولا دي بيبي ما ياكلوش الزروديه ولا كاين بزاف هكا شغل اللي عندهم هالطبيعه، فنصيحه يعني ديروا هذيك لابيوري تاع الزروديه ما تحسوش كامل بالزروديه، تحسوا فقط بهذاك الطعم البنين. الله الله دغيساج تاع الطبسي شنو هادي كاتشب؟ هادي جات مايونيز كاتشب، هادي جات بصح ناكلهم بالطبع علاش لا لا بيان سور فوالا. ولا مرقة هذا راهو يبرد تاعنا خلو هذا هنايا وهذايا عاودنا ولينا له. دوكا واش نديرو بعد ما طلقنا لو زيست هذاك اللي درناه مع الحليب مع القارص الياغورت اللي درناه تاع بنكهة الفانيلا لي زاروم، كنا درنا الفانيلا ودرنا اروم تاع السيترون الابيض. نصيحه جيبوا الابيض هذايا حركنا كلش مع بعض خليناه مده. دوكا هنايا واش راح نزيدو؟ نزيدو ريتلا تاع الماء تكون بارده، راح نزيدو ريتلا تاع الماء تكون بارده ونصفوا الخليط تاعنا اللي ما يحبش هذاك المبشور يقعد لهم ولا صفوه ونقدموه مع شويه تاع شرائح ليمون مع دي غلاسون ويكون يعني المشروب تاعنا تاع اليوم جاهز. تحسوا باللي شو ذوق الكريبوني هكاك راح تحسوا المذاق في وصفه المادلين. باش نعوض كريمه الطبخ، درتي كريمه الطبخ في وصفه المادلين؟ ما درناش في المادلين، ما درناش المادلين، كنا درنا ثلاث حبات تاع البيض، درنا كذلك معاهم قرصه يعني تاع الملح، درنا معاهم كاس تاع حليب فقط وربع زيت، ربع نفس الكاس ربع زيت وزوج كيسان تاع الفارينه فقط، هذوما اللي درناهم. درنا كذلك ملح فلفل كحل وشويه تاع الاوريغانو او الزعتر او الزعتر كمنكه، وبدينا نزيدوا في الامور الاخرى، درنا دجاج كنا قطعناه، درنا بصل كنا ذوبناه في شويه تاع الملح وشويه تاع شويه تاع الزيت، درنا كذلك زيتون الوان، درنا رشه تاع شويه حوالي ملعقه هكا تاع فلفل مقطع رقيق يمد لكم قرمشه لداخل وبنا، رشه معدنوس اذا حبيتوا، ودرنا جبن مبشور كميه تاع جبن مبشور، خلطنا كلش ودرناهم في المول، ولا استعملتوا المول العادي يعني هذا بلا ما ديروا لي كيسات، دهنوه بشويه تاع الزيت وزيدوا له رشه بيان تاع الفارينه باش ديموا لهم يعني فاسيلمون كيما كنا درنا الموديل الثاني. الحجم تقدروا تعمروهم، انا ما عمرتهمش، تقدروا باش يجيكم كثر من فخين كبار يعني احسن. وصافي ما كريش كريمه، الكريمه كانت هنا وانا حنقولها لهم، الكريمه كانت في الخليط اللي درناه. هذا واش حنقول؟ درت جوج حبات تاع البيض ودرت ثلاث مغارف تاع كريمه وثلاث مغارف تاع فارينه ورشه ملح. لا ما كانش عندكم الكريمه هذيك ديروا ثلاث مغارف تاع الحليب. دونك ديروا ثلاث مغارف تاع الحليب، خبطوهم بيان مع تاع مع البيض وزيدوا الفارينه، ديروا رشه الملح وشويه تاع فلفل الكحل وتجوزوا العجيجه تاعكم اللي كنا درنا فيهم قلنا البطاطا ثلاث حبات بطاطا، حبه او اثنين تاع جزر. قطعناهم اكيد ديروا الجزر نتوما الزروديه تاعكم صغيره على البطاطا باش تطيب اومانتو معاها مع رشه تاع الملح غير تغلي صفوها وهي سخونه عبزوها يعني زيدوا لها ملعقه تاع الزبده كبيره وزيدوا لها جبن مبشور اي جبن مبشور عندكم ولا ما عندكمش تقدروا ديروا ابيض وديروا لها رشه تاع معدنوس ديروهم هكاك عجيجات الى ما لصقوا لكم ولا كانت البطاطا تاعكم شويه شربت شويه ماء استعينوا بشويه زيت شكلوهم ديروا خلوهم في الفريجيدار اجبدوهم ديريكتومون لهذاك الخليط اللي درناه
وقلوا مباشرة. خي بيان، باش الوقت ما بقى لناش كريمة، نديروا وصفة الطبق والوصفات. وهنا عندنا بزاف ما درناهاش، واليوم حسيت ما عطيناش الوقت. خلاص هذه طفيها؟ ايه نطفيها. العصير فقط نقول لهم يجيبوه لنا. يلا هادو حطوا لنا الوصفة قدامهم، أنا ماهوش قدامي الروتور، راهي تبان الوصفة والطبق. هذا سي بون. يلا وصفة لي مادلان تاني مالحين، أعطيني. يلا وجاردو نجيب لك. شكرا. دي الجو تاعك باش ندير الوصفه. يلا هذه وصفه لي مادلان مالحين، عطونا قدامو الوصفه هكذا باش اللي فاتتهم الوصفه يقدروا يكتبوها هكا هكا. يلا وصفه لي مادلان مالحين هادو، خلاص سي بون. وصفة العصير عطيني تشوفي. هاهو هاهو الله الله بالله. يلا هذا بارد هاكي. يلا عصير كريبوني هكا. ايه يلا، انا حطينا كامل الوصفات اللي شفتوهم نهار اليوم. طريقة التقديم تكون هكا، انا الكاس لكي تعطيه لي هكي. هذا بارد الشربي وهاكي رجعي السخون وعطيني البارد. هذا راح نديروه دوك نصفوه فقط. اللي ما يحبش قلت لكم هذاك المبشور هذاك ولونه يذوب شويه مع السكر، لكن تقدروا تصفوه وتقدموه هكا احسن، تشربوه ديراكتومون. خبير. يلا ما بقاش الوقت، خلاص. يلا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا شفتوا كامل الوصفات واستفدتوا من كامل الوصفات. بعد هذا الفاصل على طاوله التقديم بوش حضرت لكم كامل كريمه النهار اليوم. الطباق خفيفه سهله التحضير والعصير المنعش ما نحكيكمش. تفضلي. كنا زدنا لهم العديدات اللي كانت فكره جديده هكا للتنويع، مكوناتها جد بسيطه تقدر يديروها كفكره العشاء مع شويه شلاضه وهي فرات. كنا كذلك درنا المادلين تاعنا المالح اللي كنتوا طلبتوه، عطينا لكم العجينه وانتم ديروا واش تحبوا، عطينا لكم كافكار وحنايا نقدموا فيهم. ودنا العصير كتحليه اليوم، كانت العصير تاع الكريبوني اللي اخترته لنهار اليوم، وصفه جات في وقتها. اسكو هكا ونزيدو نجمدوه يولي كريبوني تاع يولي هايل. درنا كريبوني نعاودوه. لازم تعاودي. يلا مشاهدينا، كانوا هادو هما الوصفات عنها اليوم. شكرا كريمه، يعطيك الصحه. تلاقاو بكريمه يوم الاربعاء ان شاء الله، راح تخدمكم الاربعاء والخميس، لانه على بالكم انه شاب بشرى خرجت ان شاء الله وقفه سهله يا رب. فاللي شاف راح نخدموكم شاف ناديه تولي سبت حد الاثنين، كريمه ثلاثاء اربعاء وخميس ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله. هادو هما الايام اللي يخدموا فيهم. فغدا ان شاء الله ثلاثه راح يكون من نصيب الشيف ناديه ان شاء الله، راح تحضر لكم وصفه بمناسبه عاشوراء. ما على باليش راح دير غدوه، راح نشوفوها مع بعضنا. وكريمه كما قلت لكم تلقاوها الاربعاء والخميس حتى الاسبوع الجاي باش يتقلبوا الايام. تهلاو في روحتكم، نفس القناه نفس التوقيت غدا ان شاء الله. اللي راهم صايمين صيامكم في الجنه وصحه فطوركم. سلام.